على مدار السنوات الأخيرة بتسعى مصر لتطوير الأرياف وتحقيق طفرة في إدارة المياه وتوفير حياة كريمة للمزارع المصري. ومن بين هذه المشروعات البارزة اللي بتهتم بها الدولة المصرية اهتمام كبير جداً، المشروع القومي لتبطين الترع والمصارف. بتسعى مصر من خلال المشروع إلى ضمان وصول المياه دون عوائق وتقليل التبخر، تحقيق العدالة، عدالة التوزيع بين الأراضي الزراعية، فضلاً عن جهود الدولة في تطوير منظومة الري وتحديثها في النشاط الزراعي لزيادة الناتج القومي الزراعي. ده بينعكس على عمليات التنمية الشاملة والمستدامة في الدولة. للمزيد عن هذا الملف الهام جدا معايا، نورنا في الاستوديو دكتور سعيد حماد رئيس جهاز تحسين الأراضي بوزارة الزراعة. برحب بك يا فندم. أهلا بك يا فندم. في البداية هنتابع مع حضرتكم هذا التقرير عن أهمية منظومة الري الحديث تبطين الترع في أحد المناطق في محافظة الغربية. نتابع. يعد مشروع تبطين الترع أحد أهم المشروعات القومية التي تعمل عليها الدولة، ويمثل أحد أركان خطة الدولة الطموحة لتعظيم الاستفادة من المياه وتوفير الاحتياجات المطلوبة لكل القطاعات بشكل عام وللقطاع الزراعي بشكل خاص. يهدف هذا المشروع القومي إلى خفض ما إجماليه 15 إلى 19 مليار متر مكعب من المياه التي يتم هدرها في الشبكة المائية على طول مجرى النيل من الموارد المائية، سواء من نهر النيل أو من الأمطار أو المياه الجوفية أو المعالجة. وبجانب المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع، تعمل الدولة على توفير سبل وآليات التحول من استخدام الأساليب التقليدية في الري إلى اتباع أساليب الري الحديثة بأشكالها المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة لثرواتنا الطبيعية والاستغلال الأمثل للموارد المائية. بينضم إلينا الآن أيضا عبر الهاتف المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الري. برحب بك يا فندم. أهلا بحضرتك يا فندم. طيب احنا عايزين نتكلم بقى عن ملف مهم جدا بجانب تبطين الترع، ولكن منظومة الري الحديث اللي احنا بقالنا فترة شغالين عليها، هذه المنظومة أهميتها ايه؟ وفي نفس الوقت احنا عايزين نعرف، احنا يعني شغالين على هذا المشروع بقالنا فترة، وصلنا لحد فين حتى الآن؟ طبعا أنظمة الري الحديث استخدامها في كنظام للري في الري الحقلي شديد الأهمية وفي فايدة كبيرة سواء للمزارع أو على مستوى ترشيد المية، لأن طبعا استخدام أنظمة الري الحديث بيرشد وبيقلل كمية المية المستخدمة في عملية الري، بالإضافة لأنه جميع المزارعين اللي استخدموا أنظمة الري الحديث حصل زيادة في الإنتاجية المحصولية عندهم بحوالي 30-40%، وكمان حصل تحسن في جودة المحاصيل لدرجة أن في بعض المزارعين بقوا بيصدروا كمان للخارج لأن جودة المحاصيل ارتفعت، وفي زيادة كمان أو تحسن في التكلفة بشكل عام، لأن هو مصاريفه في الأسمدة بتقل، مصاريفه في العمالة والطاقة بتقل، فبالتالي بيوفر كمية الفلوس اللي هو أصلا دافعها قبل الزرعة، فهو بيكسب أنه بيقلل فلوس قبل الزرعة وبيكسب تاني أنه بيزود الفلوس بعد الزراعة. احنا يا فندم ممكن نعرف يعني كم فدان حتى الآن تم تحويله للري الحديث؟ خلال السنة اللي فاتت تم تحويل 1,000,000 فدان، وده تم بالتنسيق بين وزارة الري ووزارة الزراعة. احنا كان مستهدف عندنا 500,000 والزراعة 500,000، واحنا الحمد لله شبه خلصنا 500,000 اللي احنا شجعنا فيهم المزارعين على التحول للري الحديث. تمام. مؤخرا من حوالي شهرين او اكتر تم توقيع بروتوكول بين الري والزراعه والماليه والبنك الزراعي والبنك الاهلي علشان تقديم الدعم المالي والفني للمزارعين للتحول في حوالي 4,000,000 فدان من الاراضي القديمه في الوادي والدلتا. البروتوكول دوت مهم جدا لان احنا بنقدم من خلاله، الدوله بتقدم دعم للمزارعين سواء دعم مادي انه بيقدر ياخد قرض بدون اي فوائد، الدوله الفوائد بتتحملها. صحيح بالظبط، الدوله هي اللي هتتحمل قيمه الفائده. وبالاضافه ان كمان اجهزه الري واجهزه الزراعه هتقدم الدعم الفني المطلوب لاي مزارع حال طلبه
إذا هو محتاج حد يقدم له مثلا دعم في إزاي يقدر يستخدم أنظمة الري الحديث، إيه الشركات اللي بتشتغل في الري الحديث وخلافه، هتقدم له كل أشكال الدعم الفني المطلوب. تمام، ابقى معنا مهندس محمد. دكتور سعيد، يمكن الري الحديث مش تكنولوجيا يعني جديدة، ولكن احنا بدأنا ان احنا نطبقها خلال الفترة الأخيرة، وبقى في دورات تدريبية علشان نشجع المزارع والفلاح المصري ان هو يبدأ يستخدم هذه التقنية، لانه زي ما قال باشمهندس محمد ليها فوائد كتيرة جدا. اولا هي فوائدها على المزارع المصري، ازاي نظام الري الحديث بيزيد من المحاصيل الزراعية وبيزيد من انتاجها. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نشرح الموقف المائي لمصر، ملف المياه. مصر بتواجه تحديات كبيرة في مجال القطاع الزراعي، الزيادة السكانية المضطردة، التغيرات المناخية الحادة اللي هتبقى تضغط على استهلاك المياه بالبخر والنتح، محدودية المصادر المياه يعتمد على نهر النيل اعتماد كلي مع جزء من المياه الجوفية. ومن أجل ذلك منذ تولي السيد الرئيس الحكم في 2014 اتحطت رؤية 2030 كخطة تنفيذية. ملف إدارة المياه في مصر لازم ايه المطلوب مننا؟ رفع كفاءة القطاع الزراعي، الانتاج النباتي، الانتاج السمكي، الانتاج الحيواني. صحيح، دي منظومة تم تطويرها، او كان هناك توجيهات ان احنا يتم تطوير شبكة المياه في مصر، ومن اولها او اول خطة تم وضعها الري الحديث. تمام، الري الحديث اهميته ايه؟ ازاي بيزيد من جودة المحاصيل الزراعية؟ نتكلم حضرتك على المحاور، عشان نتكلم في الحتة دي، ندخل بس في الموضوع محاور. عموما ترشيد استخدام المياه بيعتمد على عدة محاور، اللي هو التحول من الري بالغمر التقليدي الى الري الحديث في مساحة 9.4 مليون فدان. الاراضي الجديدة عندنا 3.3 مليون فدان، زي الباشمهندس محمد ما اتكلم. صحيح، كان عندنا مليون فدان قربنا على الانتهاء منهم، اراضي جديدة كانت مخالفة للري المقرر. الخطة في الاراضي القديمة، الاراضي القديمة في الوادي الدلتا 6.1 مليون فدان. القطاع الشمالي من الدلتا حوالي 2 مليون فدان اراضي متأثرة بالاملاح هيتأهل فيها شبكة الري. الترع الفرعية اللي شفناها دلوقتي حوالي 22 الف كيلو، دور وزارة الموارد المياه والري، وتأهيل المسائي سواء بالتبطين والمراوي او بالمواسير المدفونه. دي القطاع الشمالي من الدلتا من اول طنطا، شمال اسكندريه، شمال البحيره، شمال كفر الشيخ كامله، شمال الغربيه، شمال الدقهليه كامله، شمال الشرقيه، بورسعيد، دمياط. الجزء الجنوبي حوالي 4 مليون فدان هيتاهل فيهم شبكه الري، من التحول من الري التقليدي الى الري الحديث في مساحه 4 مليون فدان. احنا بدأنا، يعني حضرتك معاك ارقام، ويعني لا ما دي خطه احنا شغالين يا فندم بقالنا فتره طويله في الموضوع بتكلفات سياده الرئيس ودوله رئيس الوزراء ومعالي الوزير يوميا. فسعادتك دلوقتي في بروتوكول اتوقع في شهر 8 تعاون مشترك توفير قرض ميسر بدون فائده للمزارع عن طريق الجمعيات الزراعيه للفلاح ان هو يطور ارضه. طب دور وزارة الموارد المائية ووزارة الري، الدعم الفني. صحيح، دعم الفني عندنا مساحة 4 مليون فدان هنشترك فيهم الوزارتين بالتقاسم، يعني حسب المساحة كل وزارة تاخد 2 مليون فدان. مطلوب رفع الأرض على الطبيعة الحاصر يعني، والتصميم شبكات الري وعمل كراسات الشروط، دي كدعم فني، وتقدمها تبقى جاهزة للطرح على المقاولين. هيبقى دور الجمعيات الزراعية ضمان القرض، جمعيات سواء الجمعية العامة أو الجمعيات المشتركة أو المركزية بتتعهد بسداد القرض. طيب الوضع الحالي احنا بدأنا بمحافظتين دلوقتي كتجريبيتين، محافظة الأليوية مع وزارة الموارد المائية والري، ومحافظة بني سويف مع وزارة الزراعة كمرحلة أولى تجريبية. والمزارع والفلاح المصري متشجع أن هو يعني ينتقل بقى من الري بالغمر للري قبل ما نبدا مع الفلاح، ان بنبدا بدور الدعم الفني توعيه المزارعين. بننزل لجميع الجمعيات الزراعيه، يعني محافظه بني سويف مثلا مساحتها 295 الف فدان، 275 الف فدان اراضي قديمه و20 الف فدان اراضي جديده. بننزل من خلال جهاز الارشاد الزراعي وجهاز تحسين الاراضي الوزاره عموما، يعني مع موكل وزارة الزراعة مع جهاز الإرشاد، دورات توعية للفلاحين. مفهوم، نوضح لهم مزايا الري الحديث وما يعود عليه بالنفع في الوقت الحالي. هم
يعني في تشجيع اكتر ان هم يتحولوا الى هذا النظام، نظام الري الحديث؟ في تشجيع، في نماذج تشجيع. احنا بنرتب دلوقتي طبعا. حاليا ونجهز عن طريق مكاتب استشاريه تساعدنا برضه، لان الموضوع مؤسسه متخوفين قصدي. نرفع ونجهز كراسات الشروط للبدء في العمل في محافظه بني سويف بالنسبه لوزاره الزراعه. باشمهندس محمد، استغلال مياه الصرف الزراعي لمعالجتها، انتوا كمان شغالين على هذا الملف، ده بيتم ازاي وازاي هيعظم الموارد من المياه؟ طبعا احنا يعني يمكن اكبر مشروعين، واحد خلصناه بالفعل وواحد جاري العمل فيه حاليا في محطه مصرف بحر البقر اللي سياده الرئيس افتتحها منذ فتره، ودي تعتبر اكبر محطه في العالم لمعالجه الميه بطاقه 5.6 مليون متر مكعب في اليوم. ده مشروع كبير جدا تم تنفيذه للاستفاده بمياه الصرف الزراعي في شرق الدلتا. في مشروع اخر جاري حاليا وهو محطه الحمام، ودي يمكن اكبر كمان من محطه بحر البقر، بنتكلم على 7.5 مليون متر مكعب في اليوم، ودي الهدف منها الاستفاده من مياه المصارف الموجوده في غرب الدلتا. المشروعين دول يعني من اكبر مشاريع اعاده الاستخدام يمكن على مستوى العالم. خلال السنوات الماضية احنا انشأنا حوالي اكتر من 430 محطة خلط وسيط، دي محطات يعني يمكن طبعا اصغر طبعا من الحمام وبحر البقر، ولكن كان الفكرة بتاعتها ان انا باخد المية من المصارف بغذي بيها الترع المتعبة بالذات في مناطق الشمال ووسط الدلتا ومحافظة الفيوم وممكن كمان في محافظة بني سويف بعض المحطات. المحطات دي كان ليها دور مهم جدا في حسم الشكاوى في المناطق المتعبة في هذه المناطق، وده جزء من سياسة إعادة الاستخدام اللي احنا بنعتمد عليها لسد جزء من الفجوة المائية اللي عندنا ما بين موارد كبيرة، موارد محدودة واحتياجات كبيرة جدا. احنا بنتكلم على احتياجات 114 يقابلها موارد 60 مليار فقط، صحيح، ففي فرق 54 مليار بيتم تعويض منها 20 مليار بإعادة الاستخدام، والباقي ال 34 مليار باستيراد منتجات زراعية من الخارج بما يوازي 34 مليار. يعني وصلت الفكرة المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الري، شكرا لك وعلى شكرا لحضرتك وعلى وجودك معنا وعلى هذه المعلومات. دكتور سعيد، يمكن جهاز تحسين الأراضي له دور كبير جدا في مشروع الدلتا الجديدة، وهذا المشروع بيعتبر من أهم المشاريع القومية اللي موجودة في مصر دلوقتي، دور الجهاز إيه في هذا المشروع؟ والله إحنا شاركنا بداية في الحصر مع هيئة التعبير ومركز بحوث الصحراء في أخذ العينات بالمعدات بتاعتنا لأخذ القطاعات. الجهاز جاهز بمعداته للتسوية المبدئية، إنشاء شبكة المصارف، شبكة الري، عمليات التسوية المبدئية للأرض بمعدات جهاز تحسين الأراضي. لو الأرض لازمة احتياجات جبسية موجودة من المحاجر في المحجرين عندنا في سيناء وفي الجنوب البحر الأحمر، كل دي جهاز معدات جهاز تحسين جاهزة للمشاركة في الدلتا الجديدة. طبعا أنا بشكر حضرتك على وجودك معنا وعلى هذه المعلومات، دكتور سعيد حماد رئيس جهاز تحسين الأراضي بوزارة الزراعة، بشكرك على وجودك معنا. احنا هنتابع دلوقتي مع مشاهدينا نموذج، معنا جهاد عبد الرازق، هو صاحب مزرعة بنجع حمادي. يعني حياته تحولت بعد إطلاق المبادرة الرئاسية للري الحديث، وهو تحويل نظام الغمر إلى التنقيط أو الرش. هنشوف تفاصيل أكثر في هذا التقرير ونرجع نستكمل باقي فقراتنا. قصة النجاح بطلها مزارع من نجع حمادي بقنا، بعد سنوات من التعب والجهد وتحمل الصعاب والمشقة استطاع أن يثبت للجميع نجاحه، وأنه كما يقال لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس، حتى نجح في تحقيق حلمه في تجربة رائدة. جهاد عبد الرازق صاحب مزرعة بنجع حمادي استطاع استصلاح قرابة 45 فدان من الأراضي الصحراوية، وأصبحت تجربة يحكى عنها خاصة بعد اعتماده على نظام التنقيط في الزراعات.
وفي عام 2018 ومع إطلاق المبادرة الرئاسية للري المطور وهو تحويل نظام الغمر إلى التنقيط، بدت المبادرة بمثابة شريان الحياة لأصحاب المزارع وأيضاً للأراضي، وبدأت في تنفيذ الفكرة على فدانين. ويخدم التنقيط الأراضي بشكل كبير ويوفر 50% من التكاليف على المزارع. فعلى سبيل المثال، كان فدان القصب يحصل على 15,000 متر مكعب من المياه بنظام الغمر، أما بنظام التنقيط فيستهلك 8,000 متر من المياه. وبالنسبة لزراعات التقاوي، فكان الفدان يستهلك 8,000 متر من المياه بنظام الغمر، أما في نظام التنقيط فيستهلك 3,000 متر فقط. لما بدأت مزرعة الاثنين فدان قصب بالتنقيط وفر معي 50% مياه، بيستهلك عندي في الغمر 15,000 متر مكعب في السنة، بياخد حاليا من معي حوالي 8,000 متر مكعب في السنة، وفر علي 50% في جميع التكاليف من عمالة من تسميد. ونظام التنقيط هو الري المطور يوفر 50% من المصروفات ويضاعف الإنتاج بنسبة 50%، واليوم أصبح يصدر بعض المحصول من النباتات العطرية إلى ألمانيا في أوروبا معتمداً على الطاقة الشمسية في تشغيل الري الحديث. المنتج بتاعي يا فندم بتاع اللي انا عادي واخد شهاده تلادل من الاتحاد الاوروبي. الاتحاد الاوروبي يا فندم مش ممكن تخش له حاجه، مش ممكن تخش له حاجه هيقبل ياخذ منك نعناع فلفلي او حشيش ليمون او نعناع بلدي او اي نباتات طبيه وعضويه ياخذها من عنديني الا بعد ما يرجع يتحلل في الماني ويترجع. لو صالح التحليل وكويس ما يتوكل على الله وياخده، ما صالحه شيء المنتج بتاعك يسيبه لك في مكانك ترجعه على حسابك. أما وزارة الزراعة فتسعى إلى تعميم تجربة زراعة محاصيل القصب بالشتلات والأصناف الجديدة التي تتميز بالإنتاجية العالية وبمقاومتها للتغيرات المناخية والاعتماد على ري تلك المحاصيل بالتنقيط، موجها الشكر للقائمين على هذه التجربة وللبنك الزراعي المصري لتقديمه الدعم والتمويل اللازم الذي ساهم في نجاح التجربة.